صباح الخير مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس يوم جديد بنبدأ معاكم حلقة جديدة وبرنامج هذا الصباح معكم من الآن وحتى العاشرة، مجموعة من الفقرات والتقارير والحوارات اللي بنتمنى أنها تنال إعجابكم بإذن الله. يوم جديد مليء بالسعادة والأمل والتفاؤل بإذن الله. النهاردة 15 يناير ذكرى الاحتفال الخمسين بافتتاح سد العالي. يمكن سد العالي قصة مشروع غيرت وجهة الحياة في مصر، حولتها من الزراعة الموسمية للزراعة الدائمة. يمكن استهدف إنشاء هذا السد لحجز مياه الفيضان وتخزين المياه لتوليد الكهرباء واستخدامها في كافة مناحي الحياة، إن كانت زراعة أو صناعة أو بنية تحتية لمصر كلها. يمكن اللجنة الدولية للسدود والشركات الكبرى اختارت مشروع السد العالي كأعظم وأكبر مشروع هندسي شيد في القرن العشرين. النهاردة هنتكلم كلام كتير جدا عن إنجازات السد العالي في الوقت الحاضر وإنجازاته في الماضي، لأن هو بني طبعا بسواعد المصريين ودماء المصريين. يمكن الحوار الثاني معانا النهاردة عن مصممة أزياء روسية مصرية، هي روسية الأصل لكن مصرية الشخصية والصفات والهوية. اختارت مصر كمقر للمعيشة والإقامة والاستقرار. هنتكلم عن مدى التقارب بين العادات والثقافة الروسية المصرية، فهي بتجمع بين الذوق العربي والأصالة الروسية، وده طبعا بجانب فقراتنا الثابتة في هذا الصباح. هنتعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة، ومعانا كمان قراءة في عناوين منشطات الصحف المصرية، وهنتعرف على أهم الأخبار الرياضية وأهم الأخبار الاقتصادية. هنخرج لفاصل ونرجع نبدأ أولى فقراتنا. يا صباح الفل، النهاردة بإذن الله هنعمل مجموعة تمارين مع كابتن محمد سمير. تمارين عامة خفيفة هنبتدي نعمل فيها مقاومات بسيطة جدا، هستناكم بعديها هنتكلم في موضوع مهم. We'll be right back.
رجعنا بعد التمارين وسؤال كتير بيتسأل لنا، ناس بتبتدي تسأل ولادنا نلعبهم رياضة ايه وفي سن ايه؟ دايما السن المبكر بنسمع دايما السباحة والجمباز، لعبوهم سباحة لعبوهم جمباز. طب ليه يا جماعة الألعاب دي، يمكن كمان الباليه للبنات؟ طيب ليه يا جماعة الألعاب دي بنركز عليها شوية؟ الحقيقة الألعاب دي من الحاجات اللي بتنمي المهارات الأساسية الحركية للجسم، يعني مثلا بالنسبة للجمباز هو بيبتدي ان هو ينمي مهارات حركية أساسية للجسم. طيب الحاجة الثانية ان بياخد وقت طويل للتحضير، احنا الولاد الصغيرين كل ما السن بيكون اصغر كل ما بيكون مستوى المرونه عالي، بيبقى عندهم مرونه كبيره، فبالتالي احنا بنستغل الفتره دي ان احنا نحافظ عليها ونستمر فيها علشان لما يكبر شويه ويبتدي يكتمل جهازه العصبي ويبتدي ان هو يقدر يعمل حاجات فيها توافقات عاليه يبقى جاهز بمستوى المرونه. فاحنا مرناه لمده معينه اللي هي السن الصغير المبكر ده، حسنا عنده المرونه وحسنا عنه بعض المهارات الاساسيه بحيث ان هو لما يجي يكبر يبتدي ان هو ايه يقدر ان هو يحافظ عليها ويبتدي يعمل حاجات تاني. كمان السباحة في جزء بيبقى مثلا هو صغير هو احنا مش محتاجين منه ان هو يعوم كسباح، هو محتاج ان هو يتعود على المية ويفهم طبيعتها ويفهم طبيعة الحركة فيها، والحكاية دي ممكن تاخد مننا وقت شوية علشان لما نبتدي يبقى خلاص مستوعب ان انا اقول له مثلا افرد ايدك بالشكل الفلاني، دخل رجلك في المية بالشكل الفلاني، ساعتها يقدر ان هو يكون خلاص عدى حاجز كمان ان هو يكون متعود على المية ويقدر ان هو يتعامل مع الحاجات دي. وبعد فتره كمان ممكن نبتدي ان احنا نغير النشاط لو احنا حسينا ان هو مثلا مش ميال للنشاط ده او مش محقق فيه احسن نتائج ممكنه، ممكن كمان ان هو يبتدي ان احنا ندور على نشاط هيكون ساعتها بان مهاراته وبان قدراته وميوله، ساعتها نبتدي ان احنا نوجهه للنشاط او اللعبه اللي هتكون مناسبه ليه. عايزين ولادنا كلهم يلعبوا رياضه وعايزين نشجعهم ونشجع نفسنا معاهم كمان ونلعب احنا كمان رياضه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. أهلا بكم الجديد، وهذه الجولة ومجموعة من الأخبار المتنوعة وآخر المستجدات على الأحداث. يمكن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لتوفير كميات كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وده طبعا لتقليص تكدس السكان وتوفير المناخ الصحي الآمن لمواجهة فيروس كورونا. نتابع هذا التقرير. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير الدعم اللازم للمواطنين من السلع الأساسية والمطهرات لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوفير كمية كبيرة من المواد المطهرة والسلع الغذائية المجمدة والجافة. وقد تم توزيعها بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية بمختلف محافظات الجمهورية عبر منافذها المتحركة، وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحي الآمن لمجابهة انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التوزيع. أشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة خلال مجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا. دايما يعني من أول ما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، الحمد لله رب العالمين بنلاحظ إن هو
القوات المسلحة تعتبر هي السند للمواطن المصري. والعربيات موجودة في ميادين الجمهورية كلها. واحنا بنشكر الرئيس وبنشكر القوات المسلحة على وقفتها جنب الشعب المصري وتوفير السلع اليوم دايما بصفة مستمرة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يأتي ذلك في إطار تطويع القوات المسلحة لكافة إمكاناتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة وتقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. في قطاع النقل والمواصلات بتتواصل الجهود لتعقيم كافة وسائل النقل والمواصلات على مستوى الجمهورية، خاصة مترو الأنفاق اللي بيعد من أهم المرافق الحيوية لحركة المواطنين اليومية. نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. من خلال عمليات التطهير والتعقيم لمحطات مترو الأنفاق، تستمر مجهودات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا مع تشديد الرقابة على المحطات. مستمرين في جميع محطات مترو أنفاق الخطوط الثلاثة، الخط الأول، الخط الثاني، الخط الثالث، على مدار اليوم منذ بداية التشغيل حتى الانتهاء من التشغيل، في تعقيم وتطهير جميع الأماكن التلامسية مع سادة الركاب، أي مكان تلامسي سواء بوابات تذاكر، سلالم متحركة، مصاعد كهربائية، أي مكان تلامسي، منافذ اللي بيقعدوا عليه اللي هو منافذ الجلوس، أي مكان تلامسي بيتم تطهيره وتعقيمه على مدار اليوم. زي ما حضرتك شايف بالضبط كل في فرق موجودة. تشهد محطات المترو مراقبة ومتابعة من قبل المسؤولين للتأكيد على ارتداء الكمامات. احنا لازم نلتزم عشان صحتنا. الكمامة والكحول لازم الواحد خارج من البيت يحط الكحول في جيبه في شنطته وبياخد كمامته معه حفاظا عليه هو. ودي حاجة مهمة جدا 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 عشان نعدي المرحلة التانية ديت. كله بجد بيلبسها من ظرف نظر عن 50 جنيه، بيلبسها عشان صحتنا وصحة أولادنا وصحة كل حاجة. يتم تطهير محطات المترو على مدار الساعة سواء البوابات الإلكترونية وكذلك القطارات من داخلها وخارجها أثناء تحركاتها بين المحطات وقبل وبعد انتهاء العمل. تستمر مجهودات الحكومة في محاربة انتشار فيروس كورونا من خلال عمليات التطهير والتعقيم في وسائل النقل، خاصة مترو الأنفاق والذي يعتبر من أهم الوسائل في تحركات المواطن على مدار اليوم. منذر أبو دوح، النيل. وزارة الثقافة بتواصل بث عروضها الفنية والثقافية ده من خلال قناتها على اليوتيوب، من خلال المبادرة الإلكترونية خليك في البيت، الثقافة بين إيديك. صرحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الخدمة الثقافية الإلكترونية أصبحت إحدى الوسائل المتاحة الآن لنشر الثقافة والتنوير بين المجتمع في ظل استمرار طبعا تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. نتابع هذا التقرير. تواصل وزارة الثقافة بث العروض الفنية والثقافية عبر قناتها على اليوتيوب وفي إطار المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك. يا بحر الحلم الواس سفينة النجاح. ومن بين العروض الفنية التي أذيعت عبر قناة الثقافة باقة متنوعة للقديرة دلوعة السينما المصرية شادية. وتأتي مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت، الثقافة بين إيديك، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للمساعدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. والصد بال في الخلا واللي المعاد له تاليف. تتميز العروض الفنية التي يتم بثها عبر قناة وزارة الثقافة تتميز بالثراء والتنوع وكنوز ونوادر الإبداع المصري والتراثي المعاصر. لكن يا مصر انت يا حبيبتي دايما جميلة دايما وأصيلة دايما. أمل صبري،
يمكن شعور والإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين ده شعور وإحساس مليء بالإنسانية. كثير من العاملين في المجال الصحي بيحاولوا البقاء طبعا كثيرا خارج المنزل علشان ما يصبحوش مصدر عدوى لأقاربهم في ظل تفشي طبعا فيروس كورونا والموجة الثانية من هذا الفيروس. في ممرضة بريطانية استطاعت أنها تعزل نفسها في جرفان سيارة لمدة 9 أشهر وده لحماية والدتها المسنة من فيروس كورونا التي عادت إلى المنزل أخيرا لكن بعد أن تلقت والدتها اللقاح في ديسمبر الماضي. عزلت الممرضة البريطانية سارة لينك وزوجها نفسهم في كرفان سيارة متوقفة أمام المنزل وده لحماية الوالدة البالغة من العمر 84 عاما من الإصابة بالفيروس أثناء استمرارها في العمل. كان الزوجان اشتريا هذا الكرفان في مارس من العام الماضي في بداية الوباء ومعتقدين أنه لن يكون سوى حل مؤقت حيث كانوا يعتقدوا أنهم سيعيشون في هذا الكرفان لمدة أسابيع لكنهم لم يتوقعوا أبدا أنهم سيبقوا فيه لمدة 9 شهور. يمكن هربا من زحام الطرق لجأ عراقيون للعبارات بديلا عن السيارات وده لتوفير وقت التنقل بين نهري دجلة والفرات في ساعة الذروة حيث بيختصر العبارات الطريق من ساعة لبضع دقائق فقط. هروبا من الاختناقات المرورية في العراق أصبحت العبارة أسهل من التنقل بالسيارة فربما يستغرق الأمر ساعة كاملة للعبور من ضفة على نهر دجلة إلى الضفة المقابلة بالسيارة في ساعة الذروة في بغداد على حد قول أحد السكان في العاصمة العراقية. المواطنون الذين يلجؤون لتلك الوسيلة في التنقل استحسنوها بشكل كبير خاصة وأنها لا تستغرق سوى بضع دقائق وتوفر الكثير من الوقت والجهد. ومما زاد من إقبال المواطنين على استخدام العبارات في السنوات الماضية زيادة وارتفاع وتيرة التفجيرات وزرع الألغام الأرضية على الطرق في بغداد والتي جعلت السير على الطرق مغامرة غير مأمونة العواقب. أفضل وسيلة ويا ريت لو يسوون يعني طرق يعني بين جسر وجسر أو بين منطقة ومنطقة عن طريق النهر يعني أفضل. الإغلاق المتكرر للطرق والجسور أثناء المظاهرات في البلاد أدى إلى زيادة الاختناقات المرورية وتحويل العبارات إلى وسيلة نقل فعالة للوصول إلى العمل في الوقت المناسب. وتمثل هذه العبارات اليوم وسيلة انتقال رخيصة بين حي الكرخ وحي الرصافة حيث تتراوح تكلفة الرحلة بين 500 و1000 دينار عراقي. أصبحت الجسور والشوارع كلش مزدحمة فأصبحت هاي الواسطة يعني نقول أسهل واسطة للنقل ما بين الضفتين الكرخ والرصافة. ويرى سكان بغداد أن استخدام العبارة في الذهاب إلى العمل يعتبر أيضا وسيلة لتخفيف الضغوط والاستمتاع بالهدوء لبضع دقائق أو تجاذب الحديث مع ركاب آخرين. تجمد شلال في متنزه من ياهاها في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية جزئيا وكون قتل من الجليد حيث كانت المياه تتدفق بشكل طبيعي. وأثر مقطع مصور نشر على تويتر تيارا صغيرا من المياه يتدفق محاط بقتل من الجليد زي ما احنا شايفين مع حضراتكم على الشاشة. بيتوقع استمرار درجات الحرارة المتجمدة خلال الأسبوع المقبل في ما تتدهور ظروف الطقس الشتوي في الأيام المقبلة وده وفقا للأرصاد الجوية الوطنية. نروح لإيطاليا حيث التهمت حفرة عملاقة عددا من السيارات الموجودة في ساحة مخصصة للانتظار المجاور لمستشفى في مدينة نابولي الإيطالية وأدت هذه الحفرة العملاقة لقطع الكهرباء عن المقر المؤقت والمستشفى وأفادت فرق الإنقاذ عدم وجود إصابات لكن عدد من السيارات تم سقوطها في هذه الحفرة. بلغت عمق الحفرة 20 متر وبلغت مساحتها نحو 2000 متر مربع. لم يتم معرفة سبب الانهيار الأرضي ولكن رجح المسؤولون أن تكون المياه الجوفية الناجمة عن تساقط الأمطار بغزارة هي السبب.
انضم المولعون بالمغامرات الرياضية في استراليا لمرتادي الشواطئ، لكن من أجل نشاط آخر أكثر إثارة، وهو ربط أجسادهم بحبل والقفز من ارتفاع شاهق. ذهبت مجموعة من الأصدقاء من 12 فرد لحافة جبلية بترتفع 60 متر تقريبا عن المحيط في بلدة كارونغ بولاية نيو ساوث ويلز بشرق البلاد، وده للقفز الحر لسطح الماء وهم مربوطون بالحبال. بيضع كل من يقفز حزام مزود بحبل متصل بآخر يكون مربوطا بين جرفين على جانبي القافز. وأقدمت ديزي آلين اللي بتبلغ من العمر 24 عاما على القفزة، وسقطت سقوطا حرا معظم المسافة نحو سطح المحيط قبل أن يشدها الحبل وتتأرجح فوق الماء. بعد القفز والتأرجح جذبها أصدقائها من الحبل المشدود لأعلى الجرف، وبيتعاون نحو 6 منهم لجذب من يقفز إلى الهوية. لأول مرة بيستقبل حوض البطريق بالعاصمة المكسيكية صغير بطريق الجينتو أليكس الذي رأى النور في أول ديسمبر الماضي، وده في خطة خمسية للحفاظ على هذا النوع المعرض طبعا للانقراض. والموطن الأصلي لبطريق الجينتو هو القطب الجنوبي. بيزن أليكس 1.5 كيلوغرام، وبطريق الجينتو بيتحمل درجات البرودة الشديدة، لذلك تم تهيئة حوض البطريق ليكون باردا بشكل كافي ليكون مناسبا ومريحا لأليكس. بيعتبر بطريق الجينتو ثالث أثقل وأطول بطريق في العالم. وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية هذه الفقرة بمجموعة من الأخبار المتنوعة وآخر مستجدات على الأحداث. فقرات هذا الصباح مستمرة معكم بعد الفاصل.